اولها كده مش عارف اوصل حد في اللجنه. من اولها كده شكلها كده اللجنه مش معديه النهارده. مش معديه ايه يا عم؟ المراقب ده شكله هطل اصلا. يا عم مراقب ايه ومصحف اهو مضربه. ايه ده؟ ايه ده؟ بس استاذ بقول لكم ايه مش عارف كل واحد يبص في وقت. حاضر يا استاذ. حاضر يا استاذ. هو بيزعل ليه ده؟ يا عم هتسقط والله احنا. بقول لك ايه؟ هو السؤال الاول ده حلو في ايه؟ يا عم السؤال الاول انا لسه بكتب اسمي. بص بس بص بس لسه ما بداش اقول السؤال الاول. بقول لك يا اخويا الله يحرقك. السؤال بتاع الاسم ده اكتب فيه ايه؟ انت جاي مصطبح على هنا يا بص قدام بص قدام. ثانية واحدة يا مس حنان. ولا مش عايز صوت. بقول لك ايه حليت السؤال الثاني. حليت السؤال الاول. قاعد كده ليه يلا؟ ما تحلش ليه؟ مالكش دعوه. انت مالك؟ احترم نفسك كده ما تطلعك بقى. تطلع مين بقى؟ ولا تطلع مين؟ ايه؟ يا اخي انت جايز في الله معلش بالك ساعة مطلع بوشان مطلعك شو اسأل لحد الوقتي. بص قدامك يا هلا حد بوشان بتاع طلع من حياتي بوشان ده قلتلك بص قدام. طب وربنا يقل المراكب طب عليزة كم اسطى يطلع فيه ليه تتقل حاجة عليا وربنا ما اقولش خلاص من الأبد. فينك تهوه هل؟ مستر ده لا ما فيش رد كان الناس يسألوا افتكر خلاص. يا ترى الامتحان ده هيخلص امتى؟ يا رب بقى انا زهقت. يا ترى امي عامله غدا ايه النهارده؟ يا رب تكون عامله بطاطس باللحم او فراخ مشويه. بص قدامك كيف انت اهو استغفر الله العظيم كده انا هصحى هشيل الماده وابويا هيعلقني. كنت عايز الجا للطريقه دي. والنبي بس هقول لك والله هقول انا اسمع انت اسمع هقول لك لا والنبي لا 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 عشان خاطر يا بابا يا بابا ما تحجش امي ميت والنبي يا رب ابوك يحجبني ميت انت كنت سمك قوي حتى ابو النبي خلاص لا سمعت يا مراد اسمع انت اسمع لا وقفشني يا عم اسمع لا وقفشني بغش تاني اعمل اللي انت عايزه اخر مره وانت بعش خالص اخر مره والله ضيع قوي هعلقك دبس معلش ما اخمر قلنا هاخد دي خد دي خمس دقايق كان مشتهي يا ابني المكان مشى يا اسطى عايز ايه؟ اسقط والله حد قال لك ان انا هنجح من هسقط زيك طب اي حاجه بص السؤال الثالث عندك السؤال الرابع اي حاجه ما حليتوش انت السؤال الاول ما حليتوش طب السؤال الخامس ايه ده هو في سؤال خامس؟ اللي في ظهر الورق يا راجل هو في ظهر الورق؟ اصلا ربنا معاك انت يا سرسجة انت طب اي حاجه اللي حليته بص هاخد احطه لو الاسئله فاضيه بس اي حاجه انت عملتها بص اكتب عندك السؤال السابع السؤال السابع غلط غلط يا ابني ده اخطر ها؟ شفت المبدا باقي خمس دقايق ولم الورق ما بحبش الجمله دي عرقت فاضل اربع دقايق ولم الورق يا عم عرفت ثلاث دقايق ولم الورق ما خلاص بقى ايوه انا اسف دقيقتين ولم الورق هو مبسوط كده ليه؟ فاضل دقيقة على الامتحان يا لهوي بقول لك ايه؟ البتاع ده خلقني وانا كان عندي حق روح والله من المسكه
ولا بتعمل ايه؟ اقسم بالله منك محضر غش احبسك. خد يلا حل انا من هنا. بص حل علينا حتى ايه؟ الله ده طلع موقف.